فريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، لحضور جانب من الأنشطة والفعاليات التي نظمتها الوزارة بمناسبة يوم البحرين الرياضي. وبهذه المناسبة أشاد رئيس الأمن العام بتوجيهات معالي وزير الداخلية بمشاركة كافة منتسبي الوزارة في الفعاليات والأنشطة الرياضية التي نظمتها الوزارة عبر برنامج رياضي متكامل شمل كافة الإدارات للاحتفاء بهذا اليوم الوطني، والذي يجسد الشراكة المجتمعية وإعلاء للرياضة كقيمة وممارسة لها دور رئيسي في تعزيز الصحة العامة وتحقيق السلامة المجتمعية. وأشاد رئيس الأمن العام بدور الاتحاد الرياضي للأمن العام وكافة إدارات وزارة الداخلية التي شارك منتسبوها في الفعاليات الرياضية التي تم إطلاقها بهذه المناسبة من خلال برنامج رياضي متكامل بدأ بممارسة رياضة المشي لمسافات متفاوتة، فيما شملت الفعاليات العديدة من الألعاب الرياضية منها الجري وشد الحبل وكرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة، البلياردو، التنس الأرضي والغولف، بالإضافة إلى محاضرات تثقيفية ومسابقات متنوعة. كما شهد رئيس الأمن العام بهذه المناسبة الأدوار النهائية للمسابقات الرياضية والتي كانت قد انطلقت قبل أيام ونظمتها اللجنة الأولمبية البحرينية بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للأمن العام ونادي ضباط الأمن العام. كما شاركت الوزارة في مختلف الأنشطة والفعاليات والألعاب الرياضية التي نظمتها اللجنة الأولمبية البحرينية بالقرية الرياضية بالقرب من استاد البحرين الوطني. وفي ختام الفعاليات قام رئيس الأمن العام ونيابة عن معالي وزير الداخلية بتكريم عدد من الضباط وضباط الصف العاملين في المجال الرياضي لأكثر من 25 عاماً، بالإضافة إلى منتسبي الوزارة الذين حققوا إنجازات رياضية في العام 2018، وكذلك الحصيلين على المراكز الأولى في اختبارات اللياقة البدنية. كما تم تكريم الفائزين في المسابقات الرياضية وتسليم الكأس للمحافظة والإدارة الفائزة، متمنيا سعادته للجميع مزيدا من التوفيق والنجاح. اولا انا ارفع جزيل الشكر والامتنان الى يعني سيدي معالي الفريق اول ركن الشيخ راشد بن عبد الله وزير الداخليه على اتاحه الفرصه لجميع منتسبي وزاره الداخليه المشاركه في هذا اليوم. احنا الحمد لله يعني مساله اللياقه البدنيه والرياضه وزاره الداخليه بحقيقه محصله اهتمام كبير من معالي وزير الداخليه كونه هو الحقيقه الرياضي الاول في وزاره الداخليه. هذا اليوم مهم بالنسبه لنا، يرفع الوعي عند المنتسبين وزارة الداخلية ويشجع الناس على المشاركة. مثل ما تعرف وزارة الداخلية لها مشاركات عديدة في كثير من الأنشطة الرياضية، بل الحمد لله لاعبين ومنتسبين حققوا بطولات، حققوا أرقام قياسية في كثير من الألعاب الرياضية سواء كان على الصعيد المحلي أو حتى الدولي. فيعني هذه مناسبة أن احنا أيضا نشكر فيها رياضينا ونكرمهم في هذا اليوم، بالإضافة إلى يعني توعيتهم وحتى يعني أهاليهم وعوائلهم والمجتمع بشكل عام. وودي بصراحة أشكركم على هذا اللقاء، وهذه مناسبة أيضا لي أن يعني أتقدم بالشكر إلى الاتحاد الرياضي للأمن العام وكذلك إلى نادي ضباط الشرطة لأتاحت هذه الفرصة لنا اليوم أن يكون نقيم هذا اليوم في هذا الصرح تابع وزارة الداخلية. الحمد لله احنا في هذا اليوم ننتظر بفارغ الصبر، يعني احنا نمارس الرياضة خارج العمل، لكن اليوم له ميزة خاصة لأن البحرين كلها تحتفل بهذا اليوم، ويعني نلاقي زملائنا الضباط من جميع القطاعات من غير يعني العمل ونطلع من مجال العمل ونتلاقى معاهم في مجال رياضي، فالحمد لله يعني الرياضة مطلوبة في هذا الأمور. يعني وزارة الداخلية دائما بناء على توجيهات السيدي معالي وزير الداخلية حريصة كل الحرص أن هي تتفاعل مع اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب في تنفيذ هذه البرامج. أيضا لاحظنا أن احنا وزارة الداخلية دائما تكون فعالة سواء من ناحية الأمنية في التنظيمات الأمنية لهذه الفعالية أو من ناحية المشاركة، سواء كانت المشاركة على مستوى الفعاليات راح تكون خارج وزارة الداخلية أو
المشاركة من ناحية إدارة وزارة الداخلية تكون داخل وزارة الداخلية. اليوم لله الحمد لاحظنا أن معظم إدارة وزارة الداخلية أقامت النشاط الرياضي الصباحي وتواجدت بشكل فعال كبير. أيضا نلاحظ اليوم إحنا العصر مثل ما أنتم موجودين ويانا تشوف أن اليوم راح يكون ختام هذا النشاط الرياضي، خصوصا أن إحنا وزارة الداخلية تعودنا أن إحنا نبتدي قبل أسبوع وصولا إلى اليوم الرياضي في تصفيات جميع الإدارات، والسنة شاركنا معنا المحافظات في ألعاب كثيرة متعددة، واليوم ختامها بحضور سيدي سعادة رئيس الأمن العام على أساس أنه يكرم هؤلاء الأشخاص اللي مارسوا في الرياضة خلال هذا الأسبوع.